طرقنا الباب ولم يفتح لنا طارق. ندخل سجنا آخر لا يوجد به حارس أمن إسرائيلي. سجن مختلف تحرسه والدة الأسير طارق بصلات المحكوم لدى الاحتلال بالمؤبد مدى الحياة في حي الياسمينة في نابلس. حكمت والدة الأسير طارق على ذكريات نجلها أن تبقى مقيدة، بالعين دمعة وفي الحنين قبلة وفي القلب روح. منذ 7 أكتوبر بلغ الخوف الحناجر. يقول والده: لقد انقطعت الاتصالات والزيارات، ودخلت أخبار طارق نفق المجهول في السجون الإسرائيلية. بحطه في قلبي في عيوني، بخاف عليه من الهوى، بخاف عليه من أي شيء في الدنيا والوجود. كيف بدي أخاف عليه من العدو وهو عندهم؟ صفقة التبادل بتعطينا أمل، لكن لاحظ أنت المدة اللي حكى عنها لحد الآن ولسه بننتظر، ومع كل هذا متأملين إن شاء الله يكون من المفرج عنهم. فقدت بصرها نتيجة الحزن على غياب نجلها طارق، لكنها لم تفقد الطريق إلى سريره منذ اعتقاله قبل 25 عاما. تعلم جيدا تلك الأماكن التي احتلها على جدران منزل العائلة خارج قلبها، وتدرك أن في ذلك خلوة الأم في هزم الغياب. ظل بروحي، ظل بعيوني، ظل بعمري كله. قلت لك أنا بتمنى من الله بس يوم يخرج من السجن ثاني يوم الله يخدم بتاعتني، أشوفه بتحرر من كل سجن الاحتلال، هو اللي زيه. استطاع الأسير طارق بصلات على مر ربع قرن في الأسر اجتياز الثانوية العامة، وتمكن من الحصول على شهادتي البكالوريوس والدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة القدس أبو ديس. من فك الأمل يطرق قلب أم طارق ليخبرها بحرية قريبة لنجلها، أمال معلقة في كل بيت أسير فلسطيني، على صفقة تبادل تكسر أقفال الزنازين وتهدم جدران الغياب في السجون الإسرائيلية. خالد بدير، قناة الغد، من حارة الياسمينة بالبلدة القديمة في نابلس في مصر.